وللمزيد حول هذه الأحداث الحاصلة في ذي قار والناصرية والنجف، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان. مرحبا بك أستاذ علي. حياكم الله، أهلا بك. أهلا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ هذا العنف المفرط في الناصرية ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية، والذي أوقع كما تعلمون 21 شهيدا وأكثر من 150 مصابا؟ نعم، أولا تحية لك ولقناة الرافدين والخلود والجلال شهدائنا والشفاء العاجل للجرح. الحقيقة هذا المشهد أنا نويت عليه بعد خطبة الجمعة الأخيرة من النجف، لأنه كان خطبة الكربلائي بها تضمين خطي، يعني بها تضمين بالضوء الأخضر للإمعان في زيادة تقتيل المتظاهرين. حتى قال في جملة نقدر نرجع لها بالفيديو، قال إن لم تنتبهوا فالدولة في طريقها إلى الانهيار. هذا يعني شنو؟ يعني أنه المرجعية ما معناه؟ تؤكد على أنه عليكم بما معناه يفهمه الأحرار، بما معناه أنه زيدوا من تقتيل. لذلك بعد خطبة الجمعة بدأ التقتيل في ساحة التحرير، في 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 البصرة، في الديوانية، في بابل. هناك أكثر من 15 مخطوف خلال هذا، وصلوا إلى 25 مخطوف في الناصرية أيضا مخطوفين. هذا الإمعان في القتل يعني أنه الدولة في طريقها إلى الانهيار. هذا يعني أنهم في طريقهم إلى الزوال، لأنه الإمعان في تقتيل الشهداء سيزيد الأحرار إصرارا. وإحنا نلاحظ أبناء سومر الرائعين، أبناء جنوب القلب، أبناء البصرة، يعني محافظات العراقية المنتفضة كلها، كلها يسقط شهيد، يطلع ألف شهيد، يطلع ألف متظاهر، يطلع ألف مواطن ينتمي إلى العراق بحق. أنا الحقيقة صار أيام أتابع الحراك الشعبي والثورة الرائعة التي يقدوها الشباب الرائعين من أبناء جنوب القلب في الناصرية، في الرفاعي، في يعني كل حتى النواحي والأقضية، الشطرة، سوق الشيوخ، الفجر، الوفود، واللي ما يقدر يلتحق كان بالمناسبة. وبعض من الشباب، يعني حتى نأكد على هذا المشهد، بعض من الشباب الرائع من الناصرية لم يكتفي فقط بالتظاهر في الناصرية، بل ذهبت منهم جموع كالطيور الحرة، كطير الشاهين إلى ساحة التحرير ونصبه واستراده. الآن الدولة في طريقها للانهيار، وإحنا ما زلنا نقول إحنا سلميين ونلاحظ. والحقيقة الآن الحكم في الناصرية هو بيد حاكم عسكري استلم كل المهام في 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 الضغط على المتظاهر، ووضع صبات. يعني حتى أنا وصلونا الرسائل للمتظاهرين انه اكو صبات راح توضع بمحيط ساحة الحبوبي اللي هي تشبه ساحة الاحرار في 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 بغداد، يعني في 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 ساحة التحرير. وفي الليل بمناسبة، يعني هو حتى اكو اخبار راح يقطع الانترنت عنهم. لذلك هم وجهوا نداء عن طريق عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الرسائل، عن طريق التليفونات، عن طريق الفيديوهات، انه نناشد احرار العالم، لانه الحقيقه ما زال الموقف العربي والموقف العالمي. نعم استاذ علي، حول الاجراءات التي تتخذها الحكومه، السلطات الحكوميه تعلن فرض حظر التجول الشامل في محافظه ذي قار. كيف تقرأ هذا القرار في ظل استمرار آلة القتل الحكومية ضد المتظاهرين؟ طبعا حبيبي، هذا تحصيل حاصل، لأنه القاتل يعني هم تحولوا إلى سفاحين، يعني حقيقة يعني إلى مصاصين دماء. وهذولا لما ما يكون أي شعور وطني، اللي زاد من التقتيل واللي زاد من عدد الشهداء الرائعين اللي سقطوا شبابنا الحلوين في البصرة وفي كل أنحاء المحافظات المنتفضة وفي بغداد، انه انت مدى تقابل دولة، انت تقابل مجموعة ذيول، مجموعة لصوص، مجموعة منتفعين، مجموعة سراق، مجموعة فاسدين، مجموعة مرتشين موبوئين لا ينتمون الى العراق. هذا هو السبب، انه يعرفون اذا نجحت الثورة فهم طريقهم يا اما الى القصاص او السحل الوطني. هم الحقيقة بدأوا يفهمون
روحية العراقي، هذا العراقي مسالم، هذا العراقي محب، صاحب تاريخ، صاحب حضارة، صاحب سجل مشرف بالبطولات. نعم. يعتقدون أنه ابن الجنوب ممكن أن ينكسر، بالعكس ابن الجنوب كل ما يسقط شهيد كل ما يشد حزامه أكثر، وده نلاحظ إصرار الشباب على 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 نيل الشهادة وأخذ حق الشهداء، لأن يعني الشهداء بدوا يعني زادوا الألف حقيقة يعني يومية. وبالمناسبة عندنا مغيبين وعندنا نازل تعرض إلى اعتقالات وعندنا مخطوفين لحد الآن ما نعرف مصيرهم، ولكن هذا الإمعان في قتل المواطنة سيزيد من إصرار الأحرار في الناصرية في البصرة الحقيقة، حتى في الزبير الآن عمليات قتل جماعي وخطف لأحرار في مقصر في البصرة في كل مكان. هناك ثورة هناك قبع، لأنه هم أمعنوا، والحقيقة هو الضوء الأخضر، وأكد علي وأنا مسؤول عن كلامي. نعم. كعراقي كمواطن كمثقف. نعم. أقول المرجعية ساهمت في خطبتها الأخيرة، وأنا أعتقد خطبة يوم غد ستكمل على إصرارهم على قتل المواطن العراقي. نعم. لأنه وصلت الفكرة الأستاذ الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان، شكرا لانضمامك إلينا.